قائد القبة يفوز على المدية بالقبة، وبالتالي يتقلص الفارق بينهما. أولمبي العناصر ومولودية ورقلة تعادلا خارج ديارهما، بينما تأكدت استيقاف فاقة شباب سيدي نايل الذي عاد بنقطتي لقاء من خميس مليانة. لقاء رائد القبة اليوم أمام أولمبي المدية لم يرقى المستوى المطلوب، لكن المهم أو الأهم بالنسبة لهذه التشكيلة وبالنسبة كذلك لأنصار هذه التشكيلة أنصار الفريق هو الفوز بالمقابلة وتقليص الفارق بين الفريق أي فريق القبة واتحاد العاصمة، أليس كذلك عسول محمد؟ لقاء رائد القبة بأولمبي المدية لم يكن في مستوى سمعة الفريقين، لا من حيث الأداء ولا من ناحية الإثارة. هجومة محتشمة لرائد القبة في بداية الشوط الأول لم تجد منفذا إلى مرمى الحارس بن داريا، ورد فعل قوي من رفاق زايباش لكن بدون جدوى نظرا للتسرع. فرص عديدة أتيحت لرفاق عرقوب لم تستغل بكيفية جيدة، وبالمقابل كان عناصر أولمبي المدية أخطر إثر الهجومات المعاكسة، منها هذه الفرصة التي ضيعها جحمون الذي كان لحسن الحظ في وضعية تسلل. عناصر القبة في هذا الشوط قدمت عروض فنية مقبولة، لكن تنقصها اللقطة الأخيرة، فنيات واندفاع بدني كبير ميز المرحلة الأولى، كهذه اللقطة التي تلقى على إثرها مدافع المدية هرو إنذارا مستحقا. إنذار آخر يتلقاه الحارس بن داريا إثر مسكه الكرة باليد خارج المنطقة. مسلسل البطاقات لم يتوقف ليمنح الحكم إنذارا ثالث لجحمون إثر هذه اللقطة غير الرياضية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الأبيض 0-0. الشوط الثاني كان أحسن بكثير من سابقه من حيث الأداء والإثارة، وميزه تحكيم جيد للثلاثي دحو طرشون وعثمان. الهدف الأول في اللقاء جاء في الدقيقة 9 من هذا الشوط إثر خطأ نفذه سيطرت القبة تجسدت أكثر على مجريات المرحلة الثانية بعد تسجيل الإصابة الأولى، ولولا سوء الحظ لكانت النتيجة أثقل. الاندفاع البدني بقي يميز هذه المباراة، خصوصا من جانب الزوار الذين ضيعوا فرصة سانحة للتهديف إثر هذه اللقطة. نفس الشيء يقال بالنسبة لرائد القبة الذي أهدر عدة كرات ثمينة كهاته من عبد القرفي مسجل الهدف الأول، والأعجاج بعد ذلك إثر هذه اللقطة. دخول معاشو في نهاية اللقاء كان له مردود جيد، إذ تألق هذا اللاعب وسجل الهدف الثاني والأخير بعد هذه الفرصة ليقضي على أمال المدية التي جاءت لتسجيل نتيجة إيجابية بالقبة. فريق القبة الذي يبقى في مطاردة الرائد وبنقطتين إثر هذه الجولة التي كانت في صالح رائد القبة 100%.